أستاذ أمجد، بالتأكيد الولايات المتحدة تلقت العديد من ردود الأفعال والانعكاسات بسبب هذا الدعم المطلق لإسرائيل وخصوصا مع حرب غزة. هل ستتخذ الولايات المتحدة خطوات أي مكان من سيفوز في هذه الانتخابات القادمة ربما لتخفيف هذا العبء أو ردة الفعل لهذا الدعم المطلق حتى وإن استمر الدعم؟ هناك محاولات لحفظ ماء الوجه جاز التعبير، خاصة مع الحلفاء العرب، دول الخليج، الإمارات، السعودية على رأسهم، أيضا مصر والأردن. هناك محاولات ل يعني إرضاء هذه الدول عن طريق زي ما حضرتك أشرتي اتخاذ بعض الإجراءات يعني السورية إنجاز التعبير لإدانة الاعتداءات من المستوطنين أو تحذير إسرائيل بعدم يعني استهداف المدنيين وغيرها من الأمور، ولكن يبقى الأمر في حالة انتظار. يعني في الوقت الحالي لا يستطيع بايدن أن يجبر نتنياهو على أي شيء، فنتنياهو يعلم تماما أن بايدن موقفه ضعيف وهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية. أيضا الطرف الفلسطيني هل بالفعل الجانب الأمريكي لا يستطيع إجبار إسرائيل على أي شيء؟ هي الفكرة ليست إجبار، ولكن هناك تفاهمات. حتى لو كانت الإدارة الأمريكية تحاول إجبار إسرائيل على شيء، فهناك الجمهوريون، قد يعرقل الجمهوريون أي قرارات تتخذ في الكونجرس. هناك أمور متعلقة بالدعم المالي، لازم موافقة الكونجرس على هذه الأمور. أي دعم مالي سواء كان لأوكرانيا أو إسرائيل يجب أن يتم الموافقة عليه من الكونجرس الأمريكي. فهناك نوع من التعطيل للأمور حتى نرى من سيفوز بالبيت الأبيض والكونغرس والسنت. لهذا يحاول يعني إنجاز التعبير، هناك محاولة لكسب الوقت. أيضا هناك يعني الوضع الداخلي الإسرائيلي وضع صعب للغاية. أنا تحدثت مع بعض الناس الذين لديهم يعني ارتباطات بالشأن الداخلي الإسرائيلي. هناك تخوف من هجرة كثير من المواطنين الإسرائيليين خارج إسرائيل مرة أخرى. هناك تخوف من عدم عودة العمال الزراعيين الذين كان يعتمد عليهم الاقتصاد الإسرائيلي بصورة كبيرة في المستوطنات. المستوطنات لم يكن يعمل فيها فقط الإسرائيليين، لكن كان يعمل فيها عمال من جنوب شرق آسيا، من أفريقيا. هؤلاء العمال خرجوا ولن يعودوا مرة أخرى. هناك تخوف من التأثير طويل المدى للحرب على الاقتصاد الداخلي الإسرائيلي والوضع الاجتماعي الداخلي هناك. فهذه كلها أمور توضع في الحسبان لاتخاذ القرار.